السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالاثنين بن احمد قليم ستاتوني ما عرفاش كاينه في المملكه المغربيه الخيرات تنوريوها للجاليه المغربيه والناس مالين المدن الكبرى بالمملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ جوج مليله سي بوبيت لا طوك لا بغيتيها وباغي زياده باغي زياده. هذا بو عبيد طرفات تا هو تيكون في البكرا اجيه من الحاج بو عزياك ولا مع رشيد البكرا ولدها زين تصور فيهم ها؟ اجيه انت تصورتك ها؟ لا لا مرحبا يا الله سير الله هذا كسيبه والله واللي قال لك الحاجه اللي ما تشبهش مولا حرام انت خويا انت مين ومين مليحه مليحه اللحيه ها مليحه الا اللحيه هذا اللحيه ها الدري مليحه الدري مليح وبجوش شحال 320 هو 60 وهنا 190 هي السوق صباح كان السوق في مكانه السوق مزيوده ب 40 50 40 50 ها؟ ياك 168 ما بغيتوش؟ بحال 8400 درهم ما بغيتوش؟ اكسيبتك ياك؟ اكسيب اجل زوين واش قلتي ليهم؟ ضروبة زينة مليون وربعين أجيرة في السنة صغيرة صغيرة هي جموع لا كبيرة ما بقات عندها حتى سنة مرحبا الباترون ها سبعة دراهم ها اللي بغيتي فيه اللي بغيتي فيه باش مخلص عطاوك شي حاجه اش عطاوك 1000 ريال 2000 ما بغيتيش وحدك ثم جوج وشويتو بركه تفيلو فرج الله ضروبه 11300 درهم الله يحفظك مرحبا 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 يا كهربتي ليش رجعت يا كهربتي عندك المليح واش هذاك واش نشوف شحال كنتي هذا مليون و56 وين فيه؟ جيبتها تبقى هما الله يهديك اش عطاوك؟ ياك في خير اش عطاوك فيه؟ انا في 4000 41 لا لا تا هما ما فيهم تاع وانت دبركتي تاكل وخليتي هو وانت شو عطوني 170 ودرك عطوني 160 هذا عمك هاي ها؟ وي ها؟ ما عندكم؟ واش الزيتون؟ اه عطونا الصباح 170 ودوك راه دونا 60 وفرا خوتك؟ ها؟ خوتهم بقاو في الخيمة خوتهم من فين يجيو تجاروا ما جاوش اليوم؟ ايوا كي دار لك هاد العجل وسير الله شحال قلتي عطوك؟ وعطونا 170 ودوك راه دونا 160 تبارك الله الحاج كي داير بخير ما راه رقي وقتها هو رقيك وما انتش عندكم ما انتش ولا ما كانش شبعان كانوا معاه عجول اخرين صافي 26 ضروبه ضروبه ويني مليحه ضروبه مليحه ما عندي ما نقول فيها مية وستة وثلاثين كسيبتكم هذه اكسيب
6800 اللي بغيتو فيه ما كديتوش تبيعو 136 لاباس الله يحفظك ياك انت بخير ايوا نهار تصور اللحم والسكر نهار تصور اللحم نهار تصور دقيق وفي اخر وكلشي وشحال هادو هذه 87 9350 تاع الدرهم وهادي 7800 انت تقول يبيعوا شري في الدروبه ديما حنا في الاثنين من حمد قليم ستاد بتاريخ 12/2024 حنا في الدروبه والبقرة والعجوله ونعرفوا العتمينه شحال سي عبد الله قلتي لي مليون و94 94 السي عبد الله ما فيه لا مزاح لا والو اللي كاينه كاينه ضرافات السي عبد الله تيقول لنا 1,094,000 14,700 تاع الدرهم ادري وين ادري راجل مليح ها تا سلاله مخيره وصافي طيف اش باع خليه سيدي أهلا ثلاثمية اللي بغيتي فيهم أعطوها لكم ما بغيتيش هي 42 وتنزلتي فيها حنا 36 بغينا نقصوا لك وليتي تنزيد تقول 17,100 تاع الدرهم 342 هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون لا كاين شوية الرواج كاينة حتى السلعة داخلينها كانوا تيتسناو في الشتاء تصب اللي باغي يبيع يتسنى في الشتاء واللي باغي يشري يتسنى في الشتاء واني الحمد لله ولله الحمد ديما حنا في الاثنين بن حمد الضربه والعجوله والبكرات كيما الخير موجود تنوريوها لجميع المشاهدين ناشط يلا كنتي لهيت شتك جيتي ياك في خير شحال هاد الدروبه هاد عجل عجل سبحان الله ويني راه تلفتيني شحال هاد هذاك عطونا لي 64 مليون و 64 13,200 وما بغيتيش وشحال قلتي لهم؟ 72 ولا كان خبيز بيع كاين شويه راك الباقي ما خلاناش اه شويه الخبز راك الباقي ما خلاناش اياك الله يجيب التيسير اللي بغيتي فيهم وعطوك فيهم شي حاجه شريف 10 شحال هم؟ 350 350 خادم ب 7500 وعطاو 11,000 العجوله زوينين هذا بلجيكي وهذا ابو منيار بجوج عجوله بجوج عجوله بجوج عجوله تي هنا في المدينه بن حمد هذا كربوه كسار جا يبيع ويشري في الكسابي قتادو ابوه الله يعمرها دار كان راجل درواز كنا ما نمشيو بلا جنوي بلا مقدو الخدمه معاهم شحال هذا؟ هذا مليون و40 اللي بغيتي فيه؟ تتكرش بلاد لو هاي هاي كرش بلاد لو شحال هو؟ هو راه 27 اليوم؟ 27 واني راه مليح ما عندي ما نقول في المليح تاع والله الا زين زين هاد العجل امشي ودي عليه امشي ولا في خامر عجل هو اخدم ندي من في وانت ايش تدير تماك واليوم اليوم ما عجبتيني طيح علي الضبابة اصبح شاد مليح ولا في تشري مليح ورا المليحة تاني راه مليحة وشحال هاد الضريبة
تسينات هو قاعد يجرب شحال كنا شيطان وهالدروبة تشانتا وهدو 180 حسن منها قال فالو واش وحده تو واش وحده وهي جاونا معها اخوها ها ما دور الزين وبقي دايرينو تجي تدير هنا جابتك قدرة الله اشبع اشبع اللي قلت لي ما بقاش نحط النبرة اخويا جبدها لك هادي شحال سي عمر 152 اللي عطاوك ما عطاوش هوكا هوكا غادي يكذب ما يكذب تبارك الله على السي احمد اهلا لا عارفو انا عارفو كارانتي هو هو قال لك انا اقول له عارفو من الحولي تاع تاع العيد اي لبق لي حولي عيد هذه مار تاع 10 سنين ب 60000 10 سنين كان الحولي ب 20 30 هو قال لي حولي جاب 60 ايه حولك باقي تشوف ولا جاب لي ولد كرو رجعوا عندي ما ردوني شويه قالوا قولي الله يعمرها دار معلف موكل مع تيمانكم ما بغاش يقيني هذيك الساعه راه جلب 60000